طيب شوف يعني من انا خلاص يعني اسمع شواهد سريعة تلخص أبرحية اسمع عليك أبرحية سبحان الله العظيم قصة البرحية أبرحية شوف حبوي أبرحية ورسم أبرحية إذا طلعت في كشته ما تأخذ معك عفريت ولا تأخذ معك حاجة أنا اللي طلعت مع عيال بنفود مع عيال كبرات حتى ما نسمهن ولا بنشرهن ولا حاجة اللي طلعت بالطيس سبحان الله بنفود وطاح الموتر التواير خذ من خليصات شفت خليصات مو من خليصات برحيات حبوي انذرهم بس انذرهم عندك انا انزل السلة عوض بالله نعمة الله لا يا حبوي لا ما يبي هالا عوض بالله شوف لا تدخل متهات انت تذا شوف تاخذهم بعليبات صغيرات وتحط عندك كفران سبحان العظيم من البركات اللي فيهن وهو صاد تبرح للموتر يطمر الموتر تذا حتى العفريت سبحان الله اذا مالك حيل يعني بالقايلة تحط عفريته تحط حول البرحيات دي سبحان الله ترتفع الحالة شوف عيني الجالكسي تدري شوف شوف الجالكسي السكري الجالكسي تدري وراه سموه جالكسي وراه ما قلت له مين وراه ما في حد لا مو أقولك ما قلت خلص ماشي أنا ترى ما أحب الوقف يلا اسمع جالكسي هذا واحد كان يطلع بالشمس مو كان يطلع بالشمس كان عنده ناقص فيتامين السي السي فيتامين السي حقه الشمس هو بغى ما قال من بغينا يقول لك الحاج يسوي اعلان مش عادي ترى توقف السالفه ورا اذكر الله يا اخي ماكلين سكريه اذكر الله قل ما شاء الله تريب بعيدين وزيت جيب سكريه عطوا خليه يغسل الغل اللي بقلايبك الاسود اذكر الله انت وياه اعوذ بالله يا اخي كيف حقود انت المطيري يا مطيري حقود انت والله يا قلايبك اعوذ بالله والله اني اوي لك انك تجلس يا بني يا اخي والله اني اوي لك انك تجلس ليلكم كلهم غير مقابلين بعضكم وكل واحد يحق على الثاني ليه تعال اجلس اللهم امين بختبر قوة قلبك يعني بس ما شاء الله عليك اللهم امين هات يا ابقمي ما شاء الله قاسم بالله احس بك شعر قوي 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 بس عاد والوضع